نعم كريم، شكرا لك. ما زلنا متواجدين عند منصة التتويج. طبعا مثل ما تشوف معايا اللاعبة وديمة اليافعي، طبعا وديمة حاصلة على البرونزية، مبروك الفوز وحدثينا عن مشاركتك في هذه البطولة. هالبطولة كانت بالنسبة لي مهمة، دخلنا معسكرات قبلها، ساهمنا ان نحن نتمرن ونعطي كل اللي عندنا عشان نرفع علم بلادنا. صحيح ان ما قدرنا نجيب الميدالية اللي نحن نتمناها، لكن ان شاء الله المرات الجاية بنجيبها. قبل قليل يوم كنت تكرمين شفنا سعادة عبد المنعم الهاشمي كان متواجد معاكم وكان يكلمكم، عن شو كنت تتكلمون؟ طبعا كان يكلمني ويقول لي ان اشوفك زعلانه، ليش انت زعلانه؟ هالميداليه تراها تعني الكثير، لا تستهينين فيها، زين انك وصلتي في المنصه. دائما عبد المنعم يشجعنا ويكون ورانا حتى في تماريننا اليوميه، يجينا يزورنا، يتكلم ويانا، يشجعنا. قبل البطوله نحصله موجود، في البطوله نحصله موجود، حتى قبل البطوله يقول اذا وحده منكم جابت ميداليه انا بنفسي بتوجها، فهذا دعم كبير. شكرا لك حبيبتي ومبروك الفوز، ومثل ما شفت كريم عودة لك.